مصر النهاردة بنحلم لبكرة. مصر حصل فيها النهاردة محافظ القاهرة الدكتور عبد العظيم وزير قال تصريح في غاية الأهمية، أكد فيه إن المحافظة سوف تقوم بإنشاء مدينة للسيارات على طريق القطامية العين السخنة على مساحة 114 فدان لنقل معارض السيارات من داخل الكتلة السكانية. انتوا فاكرين حضراتكم الموضوع ده كنا اتكلمنا فيه كثيرا، وكثير جدا من مش احنا بس كبرنامج، كثير جدا من السادة الصحفيين كمان كانوا كتبوا قالوا، والحكومة كانت نوهت في كثير من الأحيان منهم الدكتور عبد العظيم وزير وباقي مسؤولين في الحكومة عن ان مشكلة معارض السيارات دي مشكلة مزمنة، سواء في مسألة عدم التراخيص اللي موجودة لمعظم هذه المعارض للسيارات، سواء الكثافة المرورية الفظيعة اللي بتعملها، ثالثا الركنة الغير قانونية اللي كل معرض بيركن العربيات الجديدة او المستعملة اللي عارضها بيفرش 3 4 صفوف قدامه على الجراج وعلى الرصيف وبينزل كمان في الشارع، فبيبقى نوع من انواع المافيا، خصوصا ان في بعض الشوارع في القاهرة بيتقال ان ده شارع معرض العربيات ما تخشش عشان مش تعرف تطلع منها. واضح ان خلاص المحافظه، بس عايز اقول لك على حاجه انه كمان سكان العمارات كمان هم بيشتكوا من ضمن الناس اللي بتشتكي طبعاً. يعني لا بتبقى بقول لك يعني انا بقول لك اهو يركنوا عربيات مع كامل احترامي لهم وان هم باب رزق ليهم اصحاب معارض العربيات، بس في النهايه بتتحول الى مافيا. تنزلي تلاقي كل معرض حاطط له 15 20 عربيه قافل لك، انت تروحي البيت على الرصيف وعلى الشارع وفوق المحل وطبعا بقى البيع والشراء بيحصل تحت والمناديين والسياس، شيء الحقيقه ملوش علاقه باي كثافه سكانيه المفروض تبقى موجوده. دكتور عبد العظيم وزير كمان قال ان خصصت المحافظه قطعتين ارض في مدينه نصر وفي المقطم لاقامه مراكز لتجاره الجمله تخضع للاشراف والرقابه، وسيتم الاكتفاء فقط بمكاتب تجاريه، مكاتب تمثيل تجاري لتجاره الجمله دي جوه العاصمه، لكن البيع والشراء والكلام اللي بيحدث برضه بسببه كثافه سكانيه ومروريه ده هينتقل الى مدينه نصر. بس انا مش عارف فين في مدينه نصر يا دكتور عبد العظيم، لان مدينه نصر لوحدها مش مستاهله يعني المقطم في المنطقه اللي بعد مدينه نصر هي المنطقه الصحراويه يعني الآخر. احنا محتاجين نعرف تفاصيل المكان. المقطم ماشي لسه منطقه بكر وممكن تستحمل في احد ضواحي المقطم كده منطقه، لكن مدينه نصر دي خلاص مدينه نصر دي تحولت الى وسط البلد العتبه يعني مكرم عبيد وعباس العقاد والضواحي اللي حواليهم مقفولين خلاص محلك سر، انت بتنزلي من العربيه عشان توصلي مثلا لكوبري اكتوبر بتاخدي نص ساعه لحد ما تبتدي تشوفي بقى انت عايزه تروحي فين. صحيح. فمساله فظيعه. أكد دكتور عبد العظيم وزير على نقل هذه المعارض من داخل الكتلة السكنية إلى خارجها يمثل نقلة حضارية للقاهرة، وده كلام مظبوط متفقين عليه زي ما قالوا كده، كلام جميل كلام لطيف ما نقدرش نقول حاجة عنه. وبالمناسبة يعني بما أننا بنتكلم عن حاجة إيجابية قالها الدكتور عبد العظيم وزير ومحافظ القاهرة، وإحنا بندفع في اتجاه سرعة تنفيذ هذا التصريح الدكتور عبد العظيم وزير، يعني تحيتنا ليك وللمحافظة على هذا الخبر دليل على فكرة الموضوعية الشديدة، لأن أنا بلغني أن الدكتور عبد العظيم وزير محافظة القاهرة واخد على خاطره مني. أنت بالذات. ما أنا بقولك واخد على خاطره مني. مش إحنا. لا ما كان كلامي محدد. أيوه. واخد على خاطره مني. وأنا على راسي أن أي حد ياخد على خاطره، مش عشان مسؤول أو معارض أو رياضي أو مواطن عادي في الشارع، أنا ما بحبش أن ياخد على خاطره مني، بس في النهاية برضو انا شغلتي ان انا انتقد لما يبقى في حاجه غلط، وشغلتي ان انا امدح لما يكون في حاجه كويسه، ومدحي وتحياتي على هذا الخبر وهذا التصريح وهذا التحرك من قبل حضرتك ومن قبل محافظه القاهره دليل على الموضوعيه، دليل ان الكلام اللي انا قلته قبل كده وقت الحكم اللي صدر ضد الدكتور عبد العظيم وزير يوم الاحد الماضي مش اللي فات ده اللي قبله، دليل ان انا كنت بقول ان في حاجه غلط اقترفها محافظ القاهره، وبسببها أصدرت محكمة جنح عابدين وقصر النيل حكم بحبس المحافظ سنة عشان ما نفذش حكم محكمة. هل في حد يرضى إن في مسؤول تنفيذي في الحكومة كبر أو صغر ومقامه إنه ما نفذش حكم محكمة؟ كلنا بنلجأ للمحكمة وللقضاء كركن أخير، وبنصدق حكم قضاء يطلع عشان حتى المسؤول يقول أهو أدي الحكم، أنا ماليش دعوة ما تكلمونيش، الحكم بيقول كذا وأنا بنفذ القانون وأنا مغمض عينيا. ربما كان الكلام رأيته قاسيا يا دكتور وزير، لكن في النهاية هو كان كلام في العموم لكل المسؤولين ولكل الوزراء ولكل من يجلس على كرسي ولديه قدرة على صنع القرار، انه ارجوكم هذا جرس انذار، القضاء ما بيهزرش، وارجوكم لا تتهاونوا في تنفيذ احكام القضاء لان ده الملاذ الاخير لنا كمواطنين. هذا هو النقد الايجابي علشان نصلح، وهذا هو المدح اللي يعتبر نوع من النقد الايجابي كمان لما في حاجة كويسة، الحكومة
ومحافظ القاهرة وأي حد في الدنيا ليس شيطانا كاملا وليس ملاكا كاملا، كلنا نخطئ ونصيب وكلنا نقصر ونجيد، لكن هي الفكرة بس ان احنا نتقبل النقد ومع ذلك كل الخواطر على راسي. ومش عايزين دكتور وزير يزعل مننا، يعني حتى لو زعلان من تامر ما يزعلش مننا. الله انت بتبيعيني ببيعك على طول. بس لو في حاجة غلط بكرة في محافظة القاهرة هقول هقول شايف زكريا اللي طيب. بيقول السيد اللواء الدكتور صلاح هاشم مساعد اول وزير الداخليه وهو رئيس بعثه حج القرعه صرح انه بعد فتوى فضيله الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف باجازه عدم المبيت بمنى للحجاج المرضى وكبار السن والنساء قامت اداره بعثه حج القرعه بالاتفاق مع ادارات فنادق الحجاج بمكه المكرمه على فتح الفنادق خلال ايام التشريق حتى يتمكن الحجاج من الذهاب الى منى للرجم ثم العوده مره اخرى لمقر اقامتهم. صرح كمان انه تم لاول مره هذا العام تخصيص 85 حافله لنقل حجاج القرعه من مكه المكرمه الى منى خلال ايام التشريق، وذلك تنفيذا لتوجيهات حبيب العدلي وزير الداخليه، كما تم الاتفاق على توفير 640 حافله لنقلهم الى عرفات. وصلت النهارده الى مكه المكرمه البعثه الرسميه للحج برئاسه الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدوله للبحث العلمي، وفور وصول البعثه عقد الوزير اجتماع مع رؤساء البعثات النوعيه للحج للوقوف على نوعية الخدمات المقدمة للحجيج وتيسير كافة السبل لأدائهم المناسك في سهولة ويسر. للأسف الشديد ارتفعت حالات الوفيات بين صفوف الحجاج المصريين لتصل إلى 9 حالات بعد وفاة حجين اليوم، إحداهما بمكة المكرمة والأخرى بالمدينة المنورة. يمكن كان امبارح كمان تامر كان معاه خيري كان معاه تليفون مع الدكتور ناصر، وفي الحقيقة عملوا حاجة لطيفة جدا وسهلة جدا. كان في رقم عماد حتى نزلوا مبارح كتير قوي على الشاشة، رقم أي حد من هنا عايز يطمن على أي حاج له. وانا عايز أسأل سؤال بالصغير، دكتور ناصر مين؟ دكتور ناصر مستشار دكتور أحمد درويش وزير التنمية. تمام. هو يعني هو متواجد هناك، وفي نفس الوقت عاملين حاجة لطيفة جدا انه نتصل بالرقم ده علشان نطمن على صحة اي حاج من حجاجنا المتواجدين هناك. هم عاملين حاجة بالكمبيوتر الرقم 19468. شكرا يا عماد. بنتصل بالرقم ده، هم كمان عندهم على الكمبيوتر كل اماكن الحجاج، يعني كل حج طالع من مصر هنا اسمه متسجل ومتسجل قدامه مكان اقامته، فلو احنا قلقانين على اي حج من عندنا او من طرفنا بنتصل بالرقم ده هيردوا علينا على طول وهم هيطمنوا ويرجعوا يطمنونا. كل الشكر ليهم. الرقم ده فعلا بتاع وزاره التنميه الاداريه. وعايز اقول لك يا منى، يمكن يعني في ناس بتتضايق او قلبها بيتقبض لما بتسمع هذه الوفيات اللي بتحصل ما بين الحجيج المصريين، بس عايز اقول لك بجد وربنا يشهد على هذا الكلام، دي احلى موتة في الدنيا. يعني انا يا رب، انا بدعي هو يا رب واحنا على الهوا فيجعل كلامنا واصل، يا رب الواحد يموت في هذه الاراضي المقدسة وهو بيحج وهو بيعمل عمرة ويدفع فيه ويدفن في البقيع مع الصحابة والأطهار زيد فضيلة الإمام طنطاوي رحمه الله شيخ الأزهر السابق رحمه الله. بيبقى شيء الحقيقة ده يعني لكل أهالي المتوفين، لا تحزنوا ولا تقنطوا من رحمة الله، هذه بشارة جيدة عندما تقبض روح ذويكم في هذه الأماكن الطاهرة وهم في أقدس حالة وهم بالملابس البيضاء وهم رايحين يلبوا ويقولوا لبيك اللهم لبيك، ثم يقبض الله روحهم وفق الكتاب وفق القدر وفق الميقات مش لسبب آخر، هذا معناه إنها حالة من حالات الرضا الكاملة. هؤلاء الناس التسع حالات دول سيبعثون وهم ملبون، سيبعثون وهم في حالة تلبية، رحمهم الله واسكنهم فسيح جنات الله يرحمه. احنا من خلال برضو تواجدنا في البرنامج هيبقى فيه اتصال يعني تقريبا شبه دوري مع الاستاذ جمال حسين نائب رئيس تحرير الاخبار، كلمناه امبارح وبرضو هنكلمه في الايام القادمه علشان نطمن برضو على احوال حجاجنا اللي هناك. هذا الكلام تاكيد بعد تاكيد بعد تاكيد، لان كل جهات الدوله مسلميها ومسيحييها شيوخها ورجالها وشبابها القياده السياسيه الرئيس مبارك ومجلس الشعب والبرلمان وكل الناس، واليوم الحكومة قالت كلام ما اعتقد ان ما فيش حد يقدر يقول كلام غيره. مجلس الوزراء قال ان مصر تحمي كافة دور العبادة فيها وتكفل حق ممارسة العبادة لكافة الديانات السماوية لكل المواطنين حسب ديانتهم،
وقال الدكتور مجدي راضي متحدث باسم مجلس الوزراء ان الدكتور احمد نظيف اكد خلال اجتماع المجلس اليوم على موقف شيخ الازهر من ان الاسلام يحرم الاعتداء على اي دار عباده، وهو ابسط رد على التهديدات التي قد تمس مصر في مساله ممارسه العباده. الكلام ده طبعا على خلفيه الكلام السخيف اللي سمعناه عن تهديدات لبعض دور العباده خصوصا الكنسيه والقبطيه في مصر. مصر تحمي كل مواطنيها وكل عباداتهم وكل عقائدهم وكل دور العباده. مفيش بقى فرق ما بين جامع ولا كنيسه ولا حتى معبد. اليهوديه ديانه، اما الاسرائيليين فلا ديانه لهم. النهارده تم الاعلان عن بدء مسابقه معرض العلوم والهندسه المصري التي ستقام بمدارس مصر، سيقام من خلال 12 معرض علمي، والفائز من الطلاب هيشارك باسم مصر في المسابقه الدوليه اللي هتقام في الولايات المتحده الامريكيه. اكيد في تفاصيل اكتر هنشوفها من خلال هذا التقرير. خلق جيل جديد من العلماء والباحثين المصريين هو هدف مسابقة معرض العلوم والهندسة المصري، والذي سيتم من خلاله تنظيم 12 معرض للعلوم، والطلاب الفائزين سيمثلون مصر في المسابقة الدولية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية والتي ستضم متسابقين من 50 دولة. في الحقيقة لما تبص للمسابقة دي بالذات هتلاقي مش المقصود بيها ان الطالب يطلع ابتكار او يطلع منتج، دي بعضهم، لكن المقصود بيها انه يورينا ازاي فكر تفكير ابداعي. ايه اللي بيخلي طالب عنده فكرة ومبدع ومتحمس فجأة يهمل؟ ان المناخ بتاعه، المناخ اللي حواليه ما شجعوش. فاحنا في الحقيقة مهمتنا سواء الجمعية مع الجمعيات الاخرى مع المؤسسات الحكومية ان احنا نوفر هذا المناخ. هذا الحراك بيبدأ له انعكاساته على المجتمع، يعني فكرة العلم ولفظ العلم دي فكرة تبقى متداولة وفكرة تبقى لها أكثر شيوعا. من حوالي 4 سنين بدأنا ننقل المسابقة دي لمصر. المسابقة دي مسابقة بتتم على مستوى العالم، بيشارك فيها حوالي 1500 متسابق على مستوى العالم من 50 دولة، تعد أكبر مسابقة للمرحلة قبل الجامعية. من سنة 2005 لحد النهاردة بعد ما كانت مسابقة واحدة بقى في حوالي 12 معرض محلي وفي 3 مسابقات رئيسية. في الأول كان بيتعرف على نوعية المسابقة، إيه المشاريع اللي ممكن يقدمها، إزاي يختار المشاريع. النهاردة إحنا بنكمبيت عالميا، إحنا بنحاول نمشي طبقا للستاندردز العالمية، نحاول نتابع الطالب إزاي يعمل المشروع بتاعه. بيهمنا قوي إن الطالب يكون مهتم من البداية ويختار موضوعات تمس المجتمع ويبدأ يعكس الكلام ده في مشاريع تفيد مجتمعه على مستوى المدرسة، على مستوى البيئة، على مستوى مصر. فاحنا الطلبة اللي بيكسبوا معانا في بعض المسابقات بنحاول نتابعهم لأن احنا نعليهم في مسابقات أكبر. السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج والهجرة واللاجئين أكد بأن السلطات في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة قامت بإلقاء القبض على 24 مواطن مصري من العاملين بها أثناء محاولتهم مغادرة الأراضي الأردنية إلى الجمهورية السورية بطريقة غير شرعية. أسفرت الجهود التي قامت بها السفارة المصرية في عمان العاصمة الأردنية عن موافقة السلطات الأردنية على عدم تقديمهم للمحاكمة هناك والإفراج عنهم والموافقة على ترحيلهم وعودتهم إلى مصر. وأكد السفير محمد عبد الحكم احترام القوانين المعمول بها في الدول المضيفة للعمالة المصرية وأهمية استخدام منافذ الوصول والمغادرة الشرعية حتى لا يتعرض المواطن المصري لأي عقوبات. جهد مشكور من وزارة الخارجية والشؤون القنصلية والسفير عبد الحكم. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك كل سنة وحضراتكم بألف خير، أسعار الخراف البلدي زادت، يعني وصل سعر الخروف الواحد بألفين جنيه بزيادة 5 جنيه في كيلو للصاحي عن العام الماضي، واتخفضت نسبة البيع لنحو 60% عن العام الماضي أيضا. هنرجع دلوقتي أنت بس عشان الكلام ده اللي أنت قلتيه 5 جنيه وكذا الناس مش هتفهمه قوي، بس بيفرق في السعر الإجمالي. عايز اقول لك ببساطه شديده ان الخروف الدبلر سعره. انت شريت يعني خروف السنه اللي فاتت؟ انا اشتريت ب 1000 جنيه السنه دي ب 2000، اضرب بنفس هو نفسه الدبلر مره واحده. لان اصل 5 جنيه دي الناس تحس ان في ايه، يعني 5 جنيه هتفرق مثلا كيلو. ما هو بقى ده ولا حوزن بقى في كام كيلو ولا حوزن يعني. لكن بجد مش اسعار الخرف زادت، الخرفان اتجننت، واللي بيسعر الخرفان مين اللي جننت؟ الخرفان اللي جننت؟ هو بالنسبه لي الخرفان اللي جننت هي اللي جننت، ماليش دعوه. طيب. انا ليا في السعر اللي قدامي والجثه. نشوف التقرير ونشوف مين اللي اتجنن بالظبط. خروف ب 2000 جنيه ده احنا اللي جبنا لوفه.